جفاف وحرائق غابات، فيضانات وأعاصير مدمرة، كوارث طبيعية لم يصل العلم الحديث لتفسيرها بعد، لكن ترجيحات الخبراء قالت إنها تحدث بسبب التغير المناخي. وهذا ما أكدته الأمم المتحدة موضحة أن انهيار المناخ بدأ بالفعل على كوكبنا. تحذيرات الأمم المتحدة أصدرت تعليقاً على بيانات لمرصد كوبرنيكوس أوضح فيها أن صيف نصف الكرة الأرضية الشمالي الذي عرف ببرودته ودرجات حرارته المعتدلة كان الأكثر حراً على الإطلاق هذا العام. المرصد كشف أن درجات الحرارة سجلت آخر 3 أشهر أعلى مستوى لها حتى الآن بمعدل حرارة وسطي عالمي بلغ 16.77 درجة مئوية، مرجحاً أن يكون عام 2023 أكثر الأعوام حراً على الإطلاق.